انا ما سكرانش، انا انسان عادي. علاش نقول لكم انايا؟ قلت لكم انا انسان عادي طبيعي. وهي تنقز هي قالت لي انا غادي نقلبس الجين بحال هكا، دوخ لي عقلي. ومراتك راه ولات تتصور فيديوهات عاوتاني وهادي 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 وهادي. صافي هذيك لا والو، غادي اليوم نديرو انا وياك اللايف. هي هذيك درنا اللايف الى اخره، يطلع لي الدم كذبش عليك وانا نضربها. وانا ديما كنبقى انسان عادي طبيعي. فكرتيني في هذاك النهار، هذاك النهار اخويا تلقيت بعد المكالمات مع عند بعض الناس. كنت حط النمره ديالي في واحد الفيديوهات، بقاو تينيرفيزيوني، يعني نيرباوني. مراتك حطات واحد الفيديو، مراتك كذا، مراتك كادي، مراتك هادي. المهم انايا هذيك الليله قلت لها شوفي، قلت لها اليوم غنديرو لايف انا وهي. كما صرحت انا تنقول لك الحقيقه، انا راه انسان كما كنقول لك عادي طبيعي. نرجع لك الكلمه ديال عادي طبيعي. المهم شحال واحد مشى غلط، تيقول لك هذاك النهار سكران. انا ما سكرانش، انا انسان عادي. علاش نقول لكم انايا؟ قلت لكم راه انسان عادي طبيعي. ما سكران ما والو، انا نتعرف بيني وبين الله. نخليو الكلمه ديالنا في الاتجاه ديال الانسان عادي طبيعي. المهم سيدي درنا اللايف مع خوتنا المغاربه، تنضحكوا تنشطوا الى اخره. واحد شويه وهي تنقز هي قالت لي انا غادي نقلبس الجين بحال هكا. قلت لها غتلبسي الجين؟ علاش غتلبسي الجين؟ زعما شنو؟ قالت لي دابا خوتي المغاربه ما بغيناش نبقى نتصور بهادشي ديال البيجامات وكتا لاخره. وانا ما نكذبش عليك، مع هذاك النهار عيط عليا واحد السيد اخواني، زعما ماشي زعما عيط عليا شي والد ولادي، عيط عليا واحد انسان اخواني وبقى تيهضر معايا شي هضره. زعما دوخ لي عقلي هذاك النهار اخويا، ما نكذبش عليك الصراحه، دوخ لي عقلي. ومراتك راه ولات تتصور فيديوهات عاوتاني وهادي 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 وهادي. صافي هذيك قلت لها والو، غادي اليوم نديرو انا وياك اللايف. هي هذيك درنا اللايف الى اخره، يطلع لي الدم كذبش عليك وانا نضربها. وانا ديما كنبقى انسان عادي طبيعي. شوف راه دابا حنا القضيه ديال الضرب راه ما كاينش، راه قليل دابا في خوتنا المغاربه، وتحياتي لهم كبيره. راه ما كاينش اللي ما كيضربش مراتو، واخا يضربها بتصرفيقه. يعني الا ما كانتش تصنت هاد المراه للراجل راه اشنو؟ وغادي تبقى تضربها ديما؟ راه الضرب راه ما تيربيش، ولا تيوصلك لشي حاجه زوينه ولا هادي. راه عاد المراه كتزيد ما كتبقاش تحملك. شتي المرأة ملي كدير 40 سنة أو 38 سنة، راه تقدر تشري ليها غير مشوار تفرح بيك، ما تبقاش عندها. وأنا شتي هاد الفاتحة هادي قسما بالله إلا مريضة، هي كتعصب الصراحة. نقولها لك كتعصب، عندها الوراق ديالها الصراحة، هي كتعصب. وكان ميك عليها، ولكن خويا فات التواخر هادي، راه لا حول ولا قوة إلا بالله، راه ما نكذبش عليكم. أنا راجع لهاد الكلمة ديال الخدمة ديال كحلة زحلة. دابا هي كانت تعتقلات مدة ديال شهرين، وانا هذيك المدة ديال شهرين ما خدمتش انا كاع. وشحال من واحد قال لك سامح في ولادو، خلى ولادو داتهم، وانا ولادي انا نشدهم بسناني وما نخليهمش يتكربصوا. اولاد الناس اخوتي المغاربه، باش نقول لكم هذه رساله من عندي، راه ما كاينش شي واحد اللي كاين شي واحد اللي كيفوت ولو الا اللي بارد ليه القلب. هادشي اللي تنعرف انايا. انا نقزات خالتها قالت لي ولادك غتخليهم عندي، قلت لها انا لا، غتخليهم معايا وهادي، وعندي الفلوس عندي هذيك الساعه، ودرت على فاتحه محامي وصيفطت لولادي باش يتصير عليهم وكاك. وشحال من ديال عباد الله مشاو غالطين فيا، قال لك سي محمد فرط في ولادو ولا اخر. قلت له خلي معايا وليداتي في الدار ديالي، بغيت دي الدري الصغير والدراري الاخرين تيقراو، هذوك خليهم معايا انا غنقب. انا معروف الحمد لله في تمارة، اي ملحان تنمشي لعندو تنخدم. علاش؟ حيت معلم في الحوت، معلم في التنقيه، تنقيه الحوت بحال. ونصيفط واحد الرساله لواحد السيد ومع عمرك تحت اقرا خاي النقايه ديال الحوت، وتحياتي لهم كبيره. وهاد الخدمه صعيبه عليك باش تقول تنقي سيدي، نو بالعكس
حنايا كنقيو الناس، تنتهلاو في الناس وكنعطيهم الخبره على الحوش، ماشي كنقيو سيادنا. تيقول لك سيدي وسيدك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له زعما خلي وليداتي الكبار يبقاو يقراو وتحبسوا واحد المده ديال شهرين من الدراسه، والحمد لله واخا هكاك عندي وليداتي تيقراو هذه الى اخره نجحوا، واخا تغيبوا هذيك المده ديال شهرين قراو هذيك المده الاخرى اللي بقات لهم في الدراسه ونجحوا الحمد لله. قلت لها خلي معايا وليداتي غادي نقوم بهم ونحضيهم ونديهم المدرسه، فهمتي؟ باش انا غادي ما كاين شي واحد اللي غيفرض فولو باش واحد اخر ينوض يقول لك اه محمد راه كيفرض فولاد وكذا اخره، وانا راه خدام عليهم غير هما، راه الناس عارفين كل شيء، راه الحومه ديالي تتعرفني شنو كنسوى وكيعرفوني شنو كنجيب لوليداتي الحمد لله. ودخلوا الفيديوهات القدام ديال شوف تي في وديال الاشواق وبزاف ديال المنابر وغتسمعوا الناس شنو تيقولوا عليا، ماشي انا اللي غادي نقول. لحقاش جيت نقول انا كتسمى مكذوب؟ علاش؟ حيت كذبات عليكم فاتحه خديجه تتقول لكم بان داك السيد انا اللي هزاه انا كذا انا، وبزاف عليك انا باش تهزيني انايا، بزاف عليك. انا الحمد لله كاينين الناس شرفاء وكاينين الناس اللي كيعرفوني قسما بالله، اللي كاينين الناس اللي كيجيو عندي للحانوت يعطيوني البركه بلا ما كنقي عليهم. هاك السي محمد الحمد لله مرضي الوالدين ما عمرو تيخيب، والحمد لله فيما مشيت بخير وعلى خير. القضيه ديال البغي انا خاي مكذبش عليك، انا خرجات ليا من القلب ديالي مكذبش عليك. علاش؟ باقي تنبغي وليداتي هما اللي تنبغي دابا حاليا. عرفتي اش من هضره شحال كذبت عليا ديال الهضره؟ دابا كتمشي لشي كتمشي عند شي منابر اعلاميه كتبقى تهضر طططط. شوف الحياه ديالك اشنو كتقولي عليها. هما انا راجل الحمد لله، انا كنبقى ديما راجل، ديما كتبقى الرجوله ماشي بحال المراه. المراه خاصها تكون كتحتفظ على المراه وكتحترم المراه المغربيه. تحياتي للنساء المغربيات، الناس المناضلات والمكافحات واللي كيعرفوا بحق الوقت وكيعرفوا بحق الدنيا، ماشي بحال هي اسالحها الواد اللي جاي يديك. انا ما تدوش عليا والله ما تدوز عليا، انا باش نمشي انا نبقى نعاود لواحد على حياتي شنو دوزت في حياتي، ويعاود ليا هو شنو دوزتي في حياتك نيت انت، باش واحد اخر اشنا هي الاستفاده دابا؟ هو اشنا هي الاستفاده باش يستافدوا منك الناس؟ شنا هي الاستفاده؟ الاستفاده انا خارجه الزنقه، انا درت هادي وفرح ماذا؟ وهذيك هي الناس يقولوا شي حاجه اللي غادي يأيدك على بنادم، ماشي اللي غادي تحط من الرقم القياسي ديالك. ودي الرسالة ديالي اللي كنوجه ليها أنايا هي تهلا في الوليدات ديالي، وإلا بغيت نمشي نزورهم يمكن ليها تخرجهم ليا ونمشي لعندهم، وما يمكنش ليها تخبيهم عليا. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.